سمعنا عن أمين حالة 108% في كليته، متابعة لي ملحوظات على مخطوطات باللغة البحرية والطيارة البحرية، وبتأكد لزوجية القدس. في مجموعة أخرى موجودة من المخطوطات جديدة من حيث نسختها، مضاف إليها صلوات رفع القرعشية وباكر بالكامل، لأن مظلات الشمس موجودة في أماكنها خلال الصلوات. الملحوظة الرابعة بأن زبتيخ الأموات اللي هي مجمع القديسين بعضها مختصر مثل ترتيب الخلاجات الرومي اليونانية، وبعضها أضاف على ذلك وقت الأنبا أنطونيوس والثلاث مقبرات. أما المخطوطات الحديثة فتذكر الكثير من القديسين، خصوصا القديس أوستينوس، حزن على أنه ذكر شو اسمه. كمل الحلقات الجاية.